النهاردة بنجتمع بحضراتكم عشان نتكلم في التفاصيل النهائية لمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 31. من 3 سنين بدأ مرحلة جديدة، وكان هدفنا في المرحلة ان احنا نغير شكل المهرجان. مجموعة متجانسة متناسقة، مجموعة الشباب بيغلب عليها. كان الهدف من الدورة الجديدة اللي قادمة ان شاء الله انه لا نخطو خطوة تانية باتجاه تأصيل وترسيخ المهرجان، مش بس في اسكندرية، يعني في منطقة البحر المتوسط بشكل عام. 120 ضيف عربي وأجنبي، عدد كبير. سوريا وحدها 17 ضيف، الجزائر 12، المغرب 13، يعني عارفة مع عندنا دول البحر المتوسط عندنا 16 دولة منهم، برضو العدد كبير، 33 دولة، 6 مسابقات. الحقيقة كل الحاجات كتيرة. الدورة باسم الأستاذ محمود ياسين تحت شعار السينما في مواجهة الإرهاب. عايز أقول إن حجم الندوات والتعاون مع اتحاد الفن العربي ومع نقاط السينمائيين ومع اتحاد الجمعيات العربية، كل هذه الهيئات لما تجتمع معاكي عشان تعمل معاكي حاجة، فدليل إنك ماشي على الطريق. في مسابقة البحر المتوسط للفيلم القصير، في مسابقة الفيلم نور الشريف للفيلم العربي، مسابقة للرواية الطويل، وفي مسابقة للفيلم الوثائقي الطويل في العربي برضو، في مسابقة للفيلم القصير العربي، في مسابقة محمد بيومي للسينما الأبنية الإسكندرية. احنا لأول مرة عندنا 5 مسابقات رسمية طويلة. طبعا المسابقة الرئيسية عندنا والمسابقة الأساسية هي مسابقة الأفلام الروائية لدور البحر المتوسط، عشان ده مهرجان إسكندرية لدور البحر المتوسط. فعندنا الأفلام الروائية الطويلة دور البحر المتوسط، ليها لجنة تحكيم خاصة برئاسة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين. دي لأول مرة، يمكن المرات القليلة قوي بيشارك فيها 16 فيلم من 15 دولة، منهم مصر. في فيلم بنعرضه عرض عالمي أول ما تعرضش قبل كده، اللي هو صعيدي مشكور يا برو للمخرج عادل أديب، قصة يهوذا من الجزائر لرباح عمير. أول فيلم بيتكلم عن قصة المسيح من وجهة نظر القرآن الكريم. هيعمل جدل، مش هيعمل ضجة، بس هيعمل جدل، لأن هو اتعرض، أو يعني برضو يعني مش أول عرض ليه، هو اتعرض قبل كده، يمكن أول عرض إقليمي، أول عرض في منطقة الشرق الأوسط. مش هيعمل، لأنه مفروض أنه هو بيناقش، يعني بيعرض قصة السيد المسيح من وجهة نظر القرآن الكريم وليس من وجهة نظر الإنجيل، ومخرجه بيقوم بدور اليهوذا، وفي ممثل آخر بيعمل دور المسيح. عندنا مسابقة قوية جدا اللي هي الأساسية الرسمية دور البحر المتوسط.